ابحث في جوجل تكفي ناصر، مع جوجل ماب اكتب بالباطن يطلع لي مجلس بهج لك بكير. ابشر والله بسعد يكون اخوك. اكتب اكتب تكفى في جوجل، اكتب الباطن. ابحث ابحث دقيقة بيشة 500. انا جايبها 500. لا 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 بيشة بس كذا بيشة بس ابحث. ابن سعد ايوه شو بالسعد؟ ايوه بالسعد يا ابو عداء ايوه محطة من كركمان. روح الباطن يا حمار، انت تعرف الباطن وين هي؟ دقيقة جيب الباطن يا غبي. دقيقة دقيقة انت وينك رايح؟ بيشة هنا الباطن هنا. ايوه عدد استشروا الفتاة ماسك خط الخميس. أنت روح مع الحرف يلا أربعة أربعة ندخل البحراجة كذنا في جدة أخوصي الشاليهات الحرف فيه. روح مع الحرف منا عندك الطريق ذا أخص مش منا البشش البشش أسفل الباطن أسفل الباطن يا مال العافية أخوصي يا والله أنا يا لبيع يا لبيع ديرة فيها مكتوب البشاش أسفل الباطن تعد البشاش ظهر بيشة خط جعبة ذا أروح يسار الثنية شلها تماسي. شوف شلها تماسي طلعت محطة المنهل حق القصر سوق الثلاثة وانا موجود اخو خصيب وش هي. طيب هذا خط الباطن اخذتها صح. احنا في الغدنة الحين معود اسم اسم اماسي 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 كتا اماسي ايوه هذا بقاف لسولي ايوه خلاص ما ادي طلع اخر حد هو كسر سحاب مدرسة سيد موسى على الباطن باطن بيشة حجة وانا اخو زي يا باطن بيشة ها راح جبتها وانا اخو زي اوه يا بني حال باطن جرينتا على الباطن عندي لا ثنين نواف تعال عندي الباطن شوفها بر ايه فيه مدرسة حقت ابتدائي كم فيك تقريبا حدود انت بتشوفها زين 1005 بتشوفها زين كسر الدكتور محمد بن درمان العواجي ونعم ابو بدر مسجد الشيخ سمو الدخال بس الباطل عن بيتنا علي الطلاق بيتنا العالي اقسم بالله علي الطلاق جبتها صح؟ صح والله اني جبت بيتنا عن بيتنا عن ذا بيتنا شوفه هذا هذا بيته شوف المدرسة بتسيد تطيح في بيته عند هذا بيت صفو نحن نسوي كذا كذا أخر كيف هي تضاريس ضيافة سعود بن جيري الدوي حجة وأنا خوزي ونعم الله نعم علي الطريق انه جد راعي كرم الصدق حق والله ذا الحجاب والله موجود يا ود عرفته تعرف بيش فيه ذا اليوم مال العافية يود وقت صار نمشي بسرعة في الشتاء النهار طيارة وفي الليل سحلفة قد من طلي هجر شو الوقت ماشي بسرعة ايه هو حمدا بيت ناصر شعر شوفه هذا بيت ناصر هذا بيتكم انتو جنبنا هذا بيتنا عنا انتو هنا جعل السيل يسيها اللهم يا ربي آمين يا اخواني انتم يا ساتر انكتبت كنا نضحك نضحك
لو دشتها هذا ودك مغرتها قد ما تقوم ما تنظر راسك. اي والله جعبها يمكن تبعد من الباطن 50 كيلو يمكن 60. هذاك في السويس معكم يا حبان، بس ان شدني الموقف في شو اسمه الموقف الوسط في الباطن و توقعاتك لبطل الدوري السعودي. النصر نواف نصر دعوي لا صعب والله ما ياخذ أفعل أنا صعب صعبة تبي صدق صعبة صعب. هو رونالدو صحيح جاي خلوه قاعدة وهو صار معروف عاد الجو عندنا الحين يجنن هذا يا ربي يا فايز عاد شكلك كنت تقول يجنن وش دوى القلب الحزين يا ابو محمد القرى هو دوى القلب الحزين دوى فلعله والله العظيم بسألك سؤال لعله محرج لي ولك صدق يعني والنواف والواوي لكل شخص يسمعني اتوقع ان ما انت بجالس في مكان يعني فيه ناس اتوقع انك لحالك الحين اجواك تسمعني مستكنين كل بونا يا عيال حي نباك حي نباك. متى اخر مره قريت كره؟ السؤال لي ولا للي للجميع من يسمعني انا قاري امس. لا انا اتجاوب ما بك تجاوب جاوب جاوب بينك وبين نفسك والله كله مره مقصرين بس اوه يا صدري لا تجاوب لا تقول امس الحين قبل شوي لا تجاوب بينك وبين نفسك اسأل نفسك السؤال هذا يا اخي هذا اهم شيء وبنصحكم في برنامج حلو يا اخوان الله جميل جدا اسمه برنامج آية اكتب آية كذا على طول ثلاث حروف انصحكم اللي يمر ثلاث ايام ما قرا يعتبرها اجر القرا الله المستعان. لا تجاوبون جعلني فداكم يا حباني بس يعني برنامج مصدر فوتك عندي انا الحق القبله عندي شيء يومي لازم جزاك الله خير ايوه هذا هو آية برنامج ختم الجنب انا والله مستخدم آية تقريبا من 3 سنوات 2.5 سنين وانا معي برنامج آية محمل هندي في الجو ايوه نفسك يا ليا هذا هو النوير يا الله في برنامج هندي كذا ندين انا ونقال ما بيتري الله يا لب قلوبكم يوم انكم كلكم تنزلون البرامج تذكرت حسيت اني في صبح رمضان يا ربي جعل ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين الله لا جعل رمضان ان شاء الله اوريكم رمضان عندنا في الديره فطوراتنا وروحاتنا وجياتنا الله يلهمنا رمضان يا رب. اي والله لا جا رمضان تشوف الجميع نطرد وراء الحسنات ونطرد وراء الدعاء
رمضان معك اي والله اللهم جزاك الله خير يا حبيبي. اللهم شيك الله يسلمك. الله يسلمك. اي باقي شرحهم والله. اوكي دوخ. ايش هذا؟ انا اخذ شيء قلت. انه يسبع يوم اقرا. لا اقرا يعني صوت يعني خفيف. فيه يعني كيف جدولكم برمضان؟ والله جدولنا برمضان بعد الفجر جدول بعد الفجر عند الحلال يمكن بعد الفجر على طول عند الحلال عشان ما تجي الشمس عقبها إذا العيال متكين تك معهم كم الساعة 3:30 4 الكثير عندنا أجواء في رمضان حلوة أقوم يمكن 3:30 4 البيت كله قام أصلي أعود أطقطق في جوالي شوي عقبة تجيني جدي تقول يوم خلنا نروح للمزرعة جدي جعل ربي يتزاهى عنا خير جدتي تصوم يا مسلمين أقسم بالله يا رجل يا جدتي وأمي الله يطول أعمارهم أنهم الساعة 2:00 1 مرة يعني قبل تقريبا رمضان كلنا يعني ترى كل بونا سعودية كل بونا نفس الجو وشنو قبل رمضان بيوم نذبح نذبايح المهم اني اذكر اني صرخت لي ذبيحة رمضان اللي راح وجالس في الصالة انا وامي وجدتي ونقطع اللحم صغيرولات عشان الشربة اذك سمعت جدتي تقول لعند امي الله عينا يا نور جانا رمضان بنسهر يعني 12 ما رقدنا وضحك بغى يعورني بطني قلت ليه جده قالت لان دائما نرقد بدري الا في السنه مره في الشهر يجينا شهر يتغير نومنا قلت يعني متى بترقدين تقريبا جده قالت امك على حسب طولنا 12 قد رقدنا يعني تسحر 11:30 اقسم بالله اني مره تكيت في الاستراحه انا والعيال والله اني رجعت الساعه 9 لقيت امي وجدتي استوهم صحي تخيل مع انهم تعبانين جعل ربي يشفيهم ياكلون حبوب قبل انا والدتي اسال الله في هذه الساعه ان الله يشفيها احنا ما نفطر والله احنا ما نفطر اذا ادنا المغرب نفطر بعد المغرب ب 45 دقيقه اي والله لان امي تاكل حبوب امي بعدين تجلس 45 دقيقه بعدين تاكل فهمت تخيل يعني يقومون من 9 على رجل جالسين في الصالة والله أبشرك يا الله لك الحمد لا يشتغلون ولا يروحون ولا يجون بس جالسين يعني هم في القرآن مشغلين شو اسمه السعودية ولا مشغلين يعينون يتسدحون على رجل يفطرون يأخذون لهم غفوة المغرب عقبها نروح نصلي التراويح لا صلينا التراويح طال عمرك النتقة خلاص ما عاد أجيهم إلا الساعة 2:00 2:00 ننتق نروح نلعب طائرة ندور شو اسمه ندور الدعثة ندور الوناس نروح ندزها مع المسلمين
ونار. قلت يا اخي والله اني اعود اذا تبي الصدق ارقد انا ماني من اعود طال عمرك ممكن اقوم الساعه 4:30 3:30 اصلي العصر طقت قاعد اقول شو تجيني جدتي والله رب المصحف تجيني جد تقول يمك نروح شو اسمه نروح طبعا جدتي مهيبه كلبيه ترى جدتي انا اللي يقول مذابك وما دعبي انا ويمك ما لبنانية شيك ترى صدق جدتي لبنانية والله ايه مرهضي توب جدتي لبنانية المهم طال عمرك نروح انا وجدتي ل ايش يقولون مذابك مذابك المهم طال عمرك نعود لا عودنا لان امي جالسه على حسابها تقرا قول سؤال 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 امسك انا على شو اسمه امي زرعه في الحوش عندنا نخل والله ما ادري شنو شجر هني والله ما ادري شنو صغير ولادي اللي يظهر ريحه وحب اقوم طال عمرك عليها باللي واحب هذا ما اسمعني احب القط اللي اذا ارش ارش تزري القط وارش الزرع الزايده ايه وارش الزرع اللي نا اللي ايش اسمه اللي زرعتهم سبت العلايه ايه نفس سبت العلايه خاتي عم ودي ارضيك انا اللي رقدوا جنبي انا قاعد اسولف اللي رقدوا الهرم جوتين النوم اللي دخل الهرم الواو يرقد ايه راي انا انكتمت ريج من صدي اول ايه هام ضحكنا قبيل اول هام انكتمت صحيح حزنت بيلي بالصيبة سالفة والله بغيت احط قاعد تبجي عرفت موسيقى سنوات الضياع وادي يو سنوات الضياع خبري اللي منشي يا حيا والله يعني كنا نستكنا وين؟ نتخبر اللي منشي يا حيا وين؟ اللي منشي يا حيا كنا نشوفه برجل سنوات ايش اسمه؟ سنوات الضيع سنوات الضيع انا ما تابعت ما تابعت سنوات الضيع انا تابعت الارض الطيب الارض الطيبة لوري 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 كانوا ودلو نالي كانوا لوري الارقوب عندي لما جاء الارقوب انه حش حش انا من المسلسلات التركية اللي طيحني فيها جدتي الله يخليها جدتك تركية لا إيه؟ اقطع رجلي اذا جدتك مي عبيوية لا لا من امي شمرية ايه طنايا تحب المسلسلات تريجي شفت مقلط تلفزيون حاطه شاشه كبيره شوف خوالي وخالاتي وامي وهنا كله وانا انا ليه ما قد قابلت خالك صح في ما انا قد خفت مشان خفت خالتك طيب كله خفت انت لازم تعرفهم لازم والله لاني اعرف عمانك وعيال عمك بس باقي صديقين لازم اني اعرف شو اسمه عالم بخفش شرقية وش رايك نروح شنو نروح يوم يوم لا الكويت تكفى لا تجيب طيب تبغاك لا ما تبغاني ما ابي اروح لها تدري كم شفت بيت جدي انا المنفذ نفسه لا والله ما شفت بيت 15 دقيقة بس بيت جدي كان شفته تشوفه ان شاء الله اروح باذن ايش رايك يوم الاثنين نروح الدمام شوف الدمام الدمام تجيب يضيق باذنك والله ما تعقب الضيقة يا ابو أقل. ما داني جالسة فيها رجل هادي ايه وانت جني لا مو احب الحركة يا كثير ما انت بشقي يا رجودي انت شقي والله انك شقي انا واف بس شقي 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 جدا تحب الشقارة مع ايش ما دي جي مشتغل رجل جهنم كن قبل خلاص شوفي
العلم وش انت يا تنت الله يخلق لك كذا حلوه دي حلوه يا حرام دخل اي والله بعدين الناس ترى مو بصاحي وايش فن مو بصاحي ترى حقنا ايه اشهد الله كنت كان يقول يا ترجمون هذا الواوي تعرفونه هو محزن من المليان كم لكم مالك دخل كم لنا مالنا مالك شو الصوت مو واضح طيب اسمعوا يا اخواني انا بقفل بروح ارقد لان وراي حلقه تبون شيء حاجة من تبون شيء ينقصكم شيء عاوزين حاجة ولا أنا مستر والله اليوم عاد نشوف اليوم والله إني ما قصرت معكم سناب ومصور سبيس وفاتح الحين وبث بثيت والساعة 8 أنت قابل في القناة وش ما عاد حصل قصور سلامتك بس أهم شيء بدع بالحلقة اليوم يا عيال ترى جلسة سوالف إيش فيكم حسستوني لا عمبرة يقولون تكفى بدع اليوم وش انتبهوا على أنفسكم وإي أحد يقول لكم شيء ولا يخانقكم علمون دقوا علي وعلمون يلا لا أقول لكم أداعا ولكن نراكم على شرايك نفط المشويات تندل الحين تندل الحين ننزل جدولك جدول لا نفطر مشويات نفطر مشويات وش رايك تسد حلقك ليه كذا مزاج والله يقولها مشويات شفك في مشويات سبحان الله ما احب المشويات والله والله ما احبها اليوكل تاعي ودي ما ادري انا بحب ريحتها والله انت تحب المشويات لا. انا ما احب ترى انا ما عندي تعرف ال ايش اسمه كبسه مقلقل همبرجر باستا الباستا احب الريزيتو الريزيتو وش ما تعرفها الريزيتو وش كمان تعرف ها كمان تعرف هذه والله حلوه والله في مطعم دائما اروح لواجهه الرياض اروح للواجهه بس عشان المطعم ذاك الريزيتو طيب وش مكرونه كيف نوعيتها؟ يا ولد كوفو كوفو نوعيتها فرنسية إيه إسبان لا من فرن إيطالية الله الريزيتو باستا الريزيتو باستا أقسم بالله إني صادق غالية غالية أحب ترى ما أحب المكرونة الحمراء أحب المكرونة البرشاميل الحمراء العادية هذه المدجاج إيه ما أحبها ليش كذا ملذلذة إيه أحب المكرونة المكرونس أحب المكرونة المكرونس لا لا الريزيتو والبرشاميل دي اللي عليها جبنة وقشطة أيوة حلو حلو الفاجعات حسيت شرقة لا فاتح بس كيف هنا نركض والله دخنا يا رجل والله راضي الحرام اللي دخت المهم يا حباني عاد نستأذنكم جرب بي نشوفكم على خير نشوفكم بإذن الله اليوم